يقول: نحن طلاب علم، نسمع دائما أن فلانا أو فلانا من العلماء الكبار، لكن نحن كيف نفرق ونعرف من هم العلماء ومن هم ليسوا من العلماء؟ العلماء الذين يعرفون أحكام الشريعة، هؤلاء هم العلماء الذين يعرفون الأحكام الشرعية ويعلمون فقه الكتاب والسنة، هؤلاء هم العلماء. نعم. والناس يعرفون العلماء، الناس يعرفون العلماء من غيرهم.